لم يكن قطاع الاتصالات في اليمن خارج حسابات الصراع السياسي والعسكري طيلة سنوات الحرب التسعة، فقد ظل حبيس تجاذبات كبيرة وأحد أبرز أدوات النزاع المحتدم بين الشرعية وجماعة الحوثي. حتى وقت قريب تجاوز ذلك الصراع الحدود اليمنية لتدخل على الخط أطراف خارجية اتخذت من قطاع الاتصالات منفذا لتمرير أجنداتها التخريبية بعد فشلها في تمريرها عسكريا عبر الميليشيات. مساعي إماراتية للاستحواذ على قطاع الاتصالات في المحافظات المحررة كشفها مصدر حكومي عبر شراء أصول شركة عدن نت الحكومية التي تغطي خدمة الإنترنت في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية والشرقية. المصدر ذكر أن مشروعاً سيقدم لوزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية يتضمن بيع 70% من أصول الشركة الحكومية لشركة إماراتية مغمورة تحمل اسم تكنولوجي NX ولا تتمتع بأي رصيد سابق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. تطور يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمتها الحكومة اليمنية نهاية العام الماضي مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروع قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، وهي الصفقة التي مررت بعيدا عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب. مراقبون قالوا إن أبو ظبي بدأت تحصد ثمار الاتفاقية الأمنية العسكرية التي وقعتها الحكومة الشرعية على وقع ضغوطات اقتصادية تواجهها منذ أشهر، ما يمنح دولة الإمارات فرصة التغلغل أمنيا ومعلوماتيا في البلاد، هذه المرة بغطاء رسمي. مستقبل التسلل الإماراتي لقطاع الاتصالات في اليمن يمكن تخيله جيدا عبر ما أصبحت عليه محافظة سقطرة التي تنهشها الشركات الإماراتية وتعبث بمصير أبنائها كنتيجة مشاهدة للحال الذي قد تؤول إليه باقي المحافظات اليمنية. ذلك ما يفشي سر إصرار الإمارات على اقتحام قطاع الاتصالات اليمنية بحثا عن موطئ قدم جديد يعوض الهزائم المتلاحقة لميليشياتها. ليبقى السؤال عن دوافع مجلس القيادة الرئاسي في منح أبو ظبي فرصة أخرى للانقضاض على الدولة اليمنية بعد استهدافها المباشر لجيشها الوطني.